دور مهم كبير كشباب في التنسيقية ان صوت حضراتكم يوصل للناس. وايضا مش غير التنسيقية احوار وطن، يعني كل الاقتراحات دي هنوزعها على اللجان. يا جماعة دي اراء الناس، هتحلوها ازاي؟ هتطلعوا تقولوا ايه للرأي العام؟ التكامل الكبير جدا بين كل مؤسسات الدولة المصرية، بين المجالس النيابية وما بين الهيئات وما بين المؤسسات، ودي مصر الجديدة، دي الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنطمح ان احنا ان شاء الله بإذن الله نكون مشاركين في بنائها. اعتقد النهاردة ان شاء الله هنطلع بموضوعات مهمة جدا جدا. ليه؟ لان برضو انتوا غير اي هيئة حكومية، انتوا بتحتكوا بكل مواطن في كل حتة في مصر، فإحساسكم واحتكاككم ده هيطلع منها مواضيع واقتراحات أكيد هتفيدنا. أي تقدم إحنا بننشده أو أي مجهود إحنا بنبذله علشان الجمهورية الجديدة لن يكلل بالنجاح إلا بدور حضراتكم في تعليم الكبار، لأنه التعليم والتنوير ده أهم عنصر من عناصر بناء أي دولة في العالم. اللي اتعامل في الـ8 سنوات بوردية 3 نبطشيات في اليوم، يعني بالمعنى بالحساب بالورقة والقلم 24 سنة عمل. مصر إن شاء الله القادم أفضل، مصر تبنى من جديد.